دكتور سهر الضماطي، والخبر الخاص بأذونات الخزانة وطرح البنك المركزي لأذونات الخزانة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، دلوقتي سامعاني كويس؟ طبعا، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. العوائد المنتظرة من طرح أذون الخزانة، ويمكن ده تكرر مش المرة الأولى، فلو حضرتك تفهمينا يعني إيه أذن خزانة أصلا وإيه العوائد المنتظرة من هذا؟ أذون الخزانة هي أداة دين حكومية اساسا بيصدرها المركزي نيابه عن وزاره الماليه اللي بيغطي عجز في الموازنه العامه للدوله. اذون الخزانه دي فيها ميزه كويسه قوي، انها تعتبر احد الطرق الاستثماريه للمواطن، للشركات، للبنوك. فبتلاقي عدد كبير من البنوك بيقبل على شراء اذون الخزانه. نفس الوضع المواطنين. ليه بقى؟ هي اولا اداه قصيره الاجل، مدتها سنه. فانت عندك كذا تاريخ، يعني ممكن تاخديها لمده 3 اشهر، 6 اشهر، 9 اشهر، سنه. بتجيب لك عائد كويس قوي، يعني الطرح بتاع امبارح مثلا كان بفايده في المتوسط 22%. ده يعتبر فايده كويسه جدا في فتره فتره زمنيه قليله. زي ما بقول لحضرتك ايه؟ لو خدت اشتريتي اذون 3 اشهر، اذون 6 اشهر، 9 اشهر، سنه، بتحققي عائد كويس طبعا طبقا لتاريخ الاستحقاق. كده حضرتك بتفرق لنا ما بين اذون الخزانه وما بين الشهادات. يا فندم؟ حضرتك بتفرق لنا كده ما بين اذون الخزانه والشهادات. هي بصي، هي اقرب، هي اقل من الشهادات طبعا. ليه؟ لان بيفرض ضريبه 20% على الفايده. وبالتالي بينزل هذا العائد تقريبا 1.5% عن الرقم اللي هو بيبقى معروف، ده معروف. ميزتها فين بقى؟ المواطن مثلا اللي بيشتري اذون خزانه ما بيستناش لتاريخ استحقاق الاذون عشان ياخد الفايده. بياخدها يوم ما بيشتريها. دي نقطة. فاسمها ان انت بتاخدي ايه؟ الفوائد بتاعتك مقدما. خدتها اهو. واخد بالك ازاي؟ فدي بتعتبر ميزة كويسة في الناس اللي هي بتحب تستثمر في اذون الخزانة. اي وقت تحب تبيعها بتقدر تبيعها طبعا. وزي ما بقول لك هي قصيره الاجل. طيب يا دكتور، مين الفئات المستهدفه اللي المفروض انها تقبل على مثل هكذا اذون خزانه؟ اكبر فئات بتشتري اذون خزانه البنوك. طبعا نمره واحد. في شركات بتشتري وفي افراد بيشتروا من البنوك، يعني البنوك بيروحوا البنوك ويطلبوا شراء اذون خزانه. ولكن طبعا اكبر جهه بتشتري هي البنوك. والمنتظر ايه بطرح اذون الخزانه يا دكتور؟ حضرتك النهارده الدوله محتاجه فلوس عشان تغطي عجز الموازنه، تغطي مصروفات مفروض تدفعها، لان هي طبعا داخله في مصاريف كتير فيما يخص مثلا المشاريع الخاصه بالمظله الاجتماعيه، حياه كريمه وخلافه، وبالتالي بتحتاج فلوس. فده تعتبر احنا بنسميها أداة من أدوات البنك المركزي لإدارة مثل هكذا مواقف. يا فندم؟ أداة من أدوات البنك المركزي. هي أداة حكومية بيطرحها المركزي نيابة عن وزارة المالية. صحيح. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سهر الضماطي الخبيرة المصرفية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.